أما بالنسبة للكيان الصهيوني وبالنسبة لأمريكا والدول الغربية تخشى من تدخل إيران أو حزب الله، هؤلاء سوف يسببون إرباك ويعيدون أو الكفة من جديد لانتشار القوات الكيان الصهيوني. ففي اعتقادي أن الغرب الآن وأمريكا تركز على نعم. تهديد إيران وحزب الله، عدم التدخل في هذا الموضوع، هذه طيب. نقطة. وكل هذه نعم. البوارج أو حاملات الطائرات التي تتحرك قريبة من سواحل الكيان الصهيوني وقريبة من حزب الله هي لغرض تهديد حزب الله بعدم التدخل، لأن حزب الله يملك ترسانة عسكرية كبيرة جدا وله ممارسات كثيرة، يعرف كيف يقاتل الكيان الصهيوني. وأعتقد كل الجولات اللي قام بها مع الكيان الصهيوني أوقع فيه خسائر كبيرة للكيان الصهيوني. طيب الآن نتنياهو لا يتحمل خسائر كبيرة، لأن الصدمة التي سبب لها حماس، سببت له حماس في 7 من هذا الشهر، هذه أدت إلى أنه لنتنياهو يترنح، والآن الإسرائيليين طيب يطالبون بمحاسبته. ففي اعتقادي أنه عندما يشترك حزب الله إيران مستبعد، لأنه دولة احتمال طيب تنظره طيب بشكل آخر. نعم، أنا أشكرك. فحزب الله الآن نعم يعني هم أهم شيء الآن، هم يريدون أن أمريكا أو الكيان أو حتى الدول الغربية وبالذات فرنسا تلعب دور كبير جدا، باعتبارها كانت لبنان مستعمرة فرنسية، طيب 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 لمنع هذا التوسع في الحرب. طيب ففي أنا اعتقادي أن لبنان الآن يعني وضعه كلش خطير وصعب. أشكرك أستاذ أحمد دكتور.